اليوم هذا ان شاء الله 17 يناير 2019 ميلاديه تم توزيع السله الغذائيه المقدمه من وقف اخلاص الخيري والمتبرعه بها الحقه فاطمه نيروز لروح زوجها المتوفى نور الدين نيروز. نسال الله على زوجها الرحمه والمغفره. أسكن زوجها فسيح جناته إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها صدقة واصلة متصلة. آمين. وأن ينفع بها زوجها ويسكنه فسيح جناته على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا. آمين. اللهم صل وسلم.